انا يوسف هدى محامي جامعه المنصوره. احنا طبعا فريق دفاع شكل بقرار مجلس جامعه المنصوره وبقرار من السيد معالي الاستاذ الدكتور رئيس جامعه المنصوره للتضامن مع اهل الضحيه نيره. نيره طبعا بتمثل لينا كلنا، هي بنتنا، يعني هي طالبه في الجامعه وبنتنا وبنت الشعب المصري كله، ودي حادثه اليمه طبعا المت لجميع صفوف الشعب المصري. طبعا هي طبعا طبقا للاجراءات المعتاده في محاكم الجنايات انعقدت الجلسه اليوم برئاسه المستشار دهيئ المري، وتم سماع امر الاحاله من النيابه العامه توليا، ثم قامت المحكمه بسماع المتهم ووجهت للمتهم بعض الاسئله، وقام بعض ممثلي الدفاع بالحق المدني اللي احنا منهم بسؤال المتهم في بعض الاسئله. حضر طبعا كطلب محامي المتهم وطلب اجل الاطلاع لانه لسه مصور قضيه اليوم، وده طبعا طلب طبقا للاجراءات المرعيه في المحكمه محكمه الجنايات ممكن تستجيب له المحكمه فيه. فالمحكمه عقدت الجلسه، سمعت بعض مرافعه الدفاع بالحق المدني، هيتم ان شاء الله يعني قرار بعد انعقاد المحكمه في الجلسه العاديه لرول الجنايات. قرار المحكمه يعني في المفترض ان شاء الله هيبقى قرار بالتاجيل لاقرب جلسه ممكنه، ممكن في دور انعقاد الاسبوع ده ان شاء الله، يكون بكره بعد يوم الاربعاء. طب قول لي عن المتهم، كان النهارده كان طالع كان بيتكلم عن اعترافاته. تمام. يقول لي ايه يعني كان احساسه ايه؟ وكان المتهم طبعا كان بيتكلم باريحيه جدا، باين عليه ان هو هادئ النفس، ما كانش عنده اي تعصب او اي مشكله او عنده اي حاله نفسيه، كان باين انه هادي جدا. بس طبعا في بعض الاقوال اللي هو قالها في محضر تصرف في النيابه العامه في قرار الاحاله بتاعها، وان شاء الله رب العالمين ننتظر من القضاء ان هو يحسم هذه المساله بالحكم الذي يسلك دور المصريين جميعا. قول لي اول ما طلع المتهم النهارده طبعا ما لقاش اي حد من اهله. لا حد من اهله مش عارف، ما اعرفش كان في حد من اهله موجود ولا لا، بس اكيد كان حد موجود يعني، ما يعني دي معلومه ما عنديش عندي علم عنها. هو طبعا خرج من القفص في الحراسه المشدده لحد ما مثل امام رئيس المحكمه. قول لي طب قبل بدء الجلسه النهارده كان طبعا اهالي نيره طبعا تم يعني قعدت تتكلم مع بعض. تمام. كان موجود معاهم. كان احساسهم طبعا بيطالبوا بالقصاص العاجل، يعني القصاص هو الحكم بالاعدام، وده طبعا مطلبنا كلنا مش مطلبهم هم بس لوحدهم، وده حقنا طبعا، يعني ده حقنا. الدفاع اللي قدمها الدفاع عن المجني عليه قال ايه؟ الدفاع عن المجني عليه هو اتكلم دفع، هو طبعا مش دفع، طلب الاول طلب اصلي له بانه هو ياخد اجل الاطلاع لانه لسه ناسغ القضيه النهارده مصوره، وده طلب طبعا يعني طلب اصلي له، وطلب ان هو يمكن من ان هو يعني يتم التواصل مع المتهم داخل محبسه للتشاور معه في موضوع القضيه، وكان له طلب اخر فيما يخص ان هو عاوز توقيع كشف طبي على المتهم لبين الاصابات اللي فيه. وطبعا احنا كلنا يعني شفنا في الفيديو بتاع الحادثه الاصابات دي تمت بتعامل الجمهور معاه. هل شكل في قوه العقليه مثلا؟ لا لا لا، هو اتكلم بس في الاصابات اللي اصيب، يعني يبدو ان المتهم كان فيه على وشه بعض الاصابات، ودي تمت طبعا بالتعامل معاه من افراد الامن الجماعي وجمهور